شهد على فاضل طابت اوقاتكم نشرة اخبار الفضائل الاريتريه لهذه الفتره، اصحابكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اصابه 27 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. القوات البحريه الاريتريه تضبط حوالي كنتال ونصف من المخدرات. وصيانة طريق بالوا إيرا في مديرية عيلة برد. قتلى في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو. غوتيريش في كولومبيا بالذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية السلام. ومصرع شخصين في انفجار بمصنع للذخيرة في صربيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص بالإقليم الأوسط والجنوبي وعنسبة قد أظهرت إصابة 27 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 10 إصابات في الإقليم الأوسط، 3 في مركز العزل و7 في مراكز الفحص، 1 في كل من 4 أسمراء ووسط المدينة وقحوتة وقدايف وبراديزة وججرت وعد جومبولو، و16 في مراكز العزل بالإقليم الجنوبي، 5 منها في عد قيح و5 في دبار و4 في مندفرة و1 في كل من صنعفي وعد قلتي، وإصابة 1 في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 32 من مرضى الكورونا، 16 من الإقليم الأوسط و16 من الإقليم الجنوبي، وتوفي رجل يبلغ من العمر 96 عاما من الإقليم الجنوبي وإمرأة تبلغ من العمر 93 عاما من إقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7250، شفي منهم 7014، وتوفي 57 مريضا، فيما لا يزال 179 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 24 من نوفمبر 2021. تمكنت القوات البحرية الإريترية أثناء دوريات المراقبة الجادة التي تقوم بها في المياه الإريترية القبض على كنتال ونصف الكنتال تقريبا من المخدرات الخطيرة المعروفة بالراتنج العشبية. وأوضح مسؤول تحرير الجرائم في إقليم شمال البحر الأحمر الرائد جرماي كبدي بأن الفحوصات المخبرية أكدت بأن المخدرات المقبوض عليها أثناء دخولها إلى البلاد تعتبر أخطر بعشرة أضعاف من المخدرات المعروفة بالكنية العشبية والتي تم القبض عليها أثناء المحاولة للدخول إلى البلاد. وقد احرقت المخدرات الخطيرة يوم أمس 23 من نوفمبر بحضور ممثلي وزارات الصحة والعدل والإعلام والقوات البحرية وإدارة مدينة مصوى وشرطة الإقليم. وفي الختام ناشد مسؤول تحرير الجرائم في إقليم شمال البحر الأحمر الرائد جرماي كبدي الشباب بضرورة أخذ الحيطة والحذر كي لا يكونوا ضحية لمثل هذه المخدرات الخطيرة، وكذا الإبلاغ الفوري للشرطة في حال رؤيتهم أشياء يشكون فيها، مشيدا بأعمال الرقابة التي تقوم بها القوات البحرية الإريترية. تجرى هذه الأيام أعمال الصيانة المدعومة بالآليات لطريق بالوا إيرا بمديرية عيلة برعد، وأوضح سكان القرى الواقعة على جانبي الطريق المعاناة التي كانوا يكابدونها في الماضي للسفر والحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في عيلة برعد. وقال مدير ضاحية إيرا التحتاي السيد جابر تخلاي أن السكان ظلوا يقومون بنفير مستمر لصيانة الطريق معربا عن ارتياحه للحصول على الدعم الآلي وإيجاد الحل الدائم. وعبر عن أمله في تخصيص شركة حارات للمواصلات العامة حافلة على الطريق بعد إنجاز صيانته لحل مشكلة المواصلات، مؤكدا على قيام السكان بأعمال الصيانة والمتابعة عبر مجموعات العمل لضمان استمرارية الخدمة. هذا وتبعد إيرا تحتاي مسافة أكثر من 12 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من عيلة برعد. يقوم مركز عادة كريستيان الصحي بدور مشهود لرفع الوعي الصحي وخفض الوفيات أثناء الحمل والولادة. وأوضح مسؤول المركز الصحي الممرض إيوب تخلاي فعالية خدمات التوعية الصحية والتطعيم التي يقدمها المركز الصحي، وأنه يقدم 13 نوعا من التطعيم، مشيرا إلى زياد متابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية.
وأفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية بريق السيد أمان بأن سكان صعد كريستيان قاموا بصيانة أنابيب المياه وزيارة الإسعاف بتكلفة بلغت أكثر من 200,000 نقفة لتطوير خدمات المركز الصحي، داعيا الدفع بالأنشطة الشعبية لإصحاح البيئة. هذا ويوجد في مديرية بريق مركز صحي و3 عيادات. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مدينة كرن دورة تدريبية ل34 شابا من 3 أشهر إلى 6 أشهر في الفخاريات والحاسوب. وأوضحت مسؤولة المشاريع في فرع الاتحاد في إقليم عنسبة الشابة شملا قبركدان في مراسم التخرج أن التدريب يأتي في إطار البرامج التي تنتظم البلاد لرفع قدرات الشباب. من جانبه دعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة الشاب الزازي برختعاب دعا الشباب المتدربين للاستفادة من الفرص المتاحة وإحداث تغيير في حياتهم ومحيطهم. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيلو البرهان بأن الدورات التدريبية المقدمة تعتبر انطلاق للمسيرة المستقبلية. هذا وأشار فرع الاتحاد في إقليم عنسبة إلى تقديم دورات تدريبية ل 343 شابا عامي 2020-2021 في مختلف المهن. إن شاء الله الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قتل نحو 20 شخصا من بينهم 9 من عناصر الأمن في هجوم إرهابي وقع بمدينة فوبي شمال بوركينا فاسو. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن من بين القتلى في الهجوم 9 من رجال الدرك ونحو 10 مدنيين. من جانبه أوضح وزير الإعلام حسين تامبورا أن هنالك 8 دركيين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا في تصريح للإذاعة الرسمية من الضروري أن نعتبر أنفسنا في حالة حرب فعلا. ويأتي هجوم في بيه بعد نحو أسبوع من هجوم دام آخر شهدته مدينة إيناتا الشمال، استهدف مفرزة للدرج وأوقع 57 قتيلا على الأقل بينهم 53 دركيا. ويعد هجوم إيناتا هو الأعنف والأكثر دموية الذي يستهدف قوات الأمن منذ اندلاع الأعمال الإرهابية في بوركينا فاسو عام 2015. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بوغوتا في زيارة تستمر يومين لكولومبيا في الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية تاريخية أنهت الحرب في هذا البلد. وقال غوتيريش لدى وصوله: تعطي كولومبيا مثالا مهما جدا للعالم حول التمسك بالسلام في عالم نشهد فيه للأسف نزاعات كثيرة من الأهمية بمكان أن نزور بلدا يبنى فيه السلام. وفي 24 نوفمبر تحل الذكرى الخامسة لاتفاقية السلام بين الحكومة والميليشيا الماركسية القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك التي أنهت حربا كانت مستمرة منذ قرابة 60 عاما. وخلال زيارته التي تستمر يومين توجه غوتيريش إلى مقاطعة انتيوكيا في شمال غرب البلاد لزيارة موقع لإعادة دمج محاربين سابقين في فارك بمنطقة دابيبا. ورافقه في زيارة هذه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، ويلتقي خلالها القائد السابق لفارك رودريغو لوندونو. أعلنت السلطات الصربية مقتل شخصين اثنين على الأقل إثر وقوع سلسلة من الانفجارات التي استهدفت مصنع ذخيرة في البلاد. وأوضحت قنوات إخبارية أوروبية نقلا عن الشرطة الصربية أن الانفجارات وقعت في مستودع للصواريخ بضواحي العاصمة بلغراد. وأعلنت وزارة الداخلية في بلغراد في بيان عن مقتل عاملين وإصابة 13 آخرين على الأقل، وسارعت خدمات الإنقاذ لاستخدام طائرات بدون طيار للبحث عن المزيد من الضحايا.
أطلقت سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أول مهمة دفاعية كوكبية من نوعها للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا مرسلة إلى الفضاء مركبة درات بهدف الاصطدام بكويكب وحرف مساره عن الأرض. وأكد توماس زوربوشن المدير المساعد لناسا في مديرية المهمات العلمية أن وكالة الفضاء المعروفة باسم مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة أو ما يطلق عليها دارت تحاول معرفة كيفية صرف التهديد الذي قد يأتي تجاه الأرض. وأطلقت سبيس إكس مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة دارت على صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ للقوى الفضائية في كاليفورنيا. ودارت هي مركبة فضائية يبلغ وزنها 610 كيلوغرامات وستقضي 10 أشهر في السفر إلى زوج من الكويكبات والتي تسمى ديدوموس وديمورفورس. شكرا الفاضل في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 27 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. القوات البحرية الإريترية تضبط حوالي كونتال ونصف من المخدرات. صيانة طريق بالوا إيرا في مديرية عيلة برعيد. قتلى في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو. غوتيريش في كولومبيا بالذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية السلام. ومصرع شخصين في انفجار بمصنع للذخيرة في صربيا. شهد الله فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.